ظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال ومقتل مستوطن دهسا خلال اعتدائه على سيارات للفلسطينيين في الخليل. الجيش الإسرائيلي يعتقل القيادي في حماس حسن يوسف من منزله في الضفة ويهدم منزل الأسير ماهر الهشلمون في بيتونيا. بوتين يقول أن الإرهابيين في سوريا يجندون مقاتلين من دول عدة لزعزعة الاستقرار في مناطق أخرى. القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي يعلنون تحرير مركز قضاء بيجي بالكامل ومنطقة البجواري. والبرلمان الليبي يرفض الاقتراح الأممي الخاص بتأليف حكومة وحدة وطنية ويؤكد الاستمرار في محادثات السلام. استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في بيت عوا بالخليل بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي، كما قتل مستوطن دهسا بشاحنة خلال اعتدائه على سيارات الفلسطينيين عند مفترق مخيم الفوار جنوب الخليل. وفي الخليل أيضا أصيب 20 طالبا فلسطينيا بالاختناق جراء قنابل الغاز خلال تصديهم لقوات الاحتلال عند مفرق بيت عينون وبالقرب من الجدار الفاصل في بلدة بيت عوا، كما أصيب أحد الطلاب برصاصة مطاطية. التطورات في الخليل تأتي بعد اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حماس حسن يوسف من منزله في الضفة وهدم منزل الأسير ماهر الهشلمون في بيتونيا. ومن بيت إيل في رام الله تنضم إلينا مراسلتنا نسرين سلمي. نسرين، تطورات ميدانية أيضا تشهدها اليوم الأراضي المحتلة، نبدأ باستشهاد شاب فلسطيني ومقتل مستوطن دهسا، حدثينا عن تفاصيل، تفضل. نعم دينا، ما جرى في الخليل أنه منذ ساعات الصباح اعتدت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاط وغاز المسيل على طلبة المدارس عندما كانوا متوجهين إلى مدارسهم في قرية بيت عنون وبيت عوا إلى الجنوب من مدينة الخليل. أطلقت الرصاص المطاطي باتجاههم وتصدى لها الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة، ثم ادعت قوات الاحتلال أن أحد الشبان حاول طعن أحد الجنود فأصابه بجراح طفيفة. أطلقت النيران على قدميه لكنها عادت وأطلقت الرصاص على رأسه من الخلف مما تسبب باستشهاده على الفور. تمكن الشبان من اختطاف جثمانه ولم يسمح لقوات الاحتلال بأخذه، كما هي عادة الاحتلال في مثل هذه العمليات تقوم باختطاف جثامين الشهداء وتمنع تسليمها لذويها، لكن الشبان تمكنوا من أخذ الجثمان وأرسلوه مع سيارة الهلال الأحمر للمشافي ليودع ذويه ويدفن في مقابر الشهداء. هذا في بيت عنون. في مخيم الفوار كان هناك أيضا تصدي من قبل الشبان لقوات الاحتلال. منطقة الخليل تعج بقوات الاحتلال في أكثر من مكان ومناطق التماس كثيرة، بالإضافة إلى المستوطنين الذين يتواجدون بكثافة في منطقة الخليل. طبعا الشبان كانوا يتصدوا لقوات الاحتلال هناك بالقرب من مخيم الفوار، لكن أحد المستوطنين أوقف سيارته ونزل بهدف الاعتداء عليهم وبدأ بضربهم بالحجارة وحاول إطلاق النار عند مرور شاحنة فلسطينية قامت بدهسه. سائق الشاحنة تمكن من الفرار من المكان لكنه عاد وسلم نفسه للشرطة تخوفا من القيام باغتياله أو الاعتداء عليه بإطلاق الرصاص، فسلم نفسه وتم اعتقاله في الخليل. منطقة الفوار، منطقة باب الزاوية في الخليل، وأيضا منطقة جميع المناطق القريبة من مناطق التماس في منطقة الخليل تشهد في هذه الأثناء تصدي عنيف من قبل الشبان لقوات الاحتلال. نعم. بعد اعتدائها المتواصل على الفلسطينيين هناك دينا. طيب أيضا شهدت مناطق أخرى مواجهات نسرين من بينها القدس، حدثينا عنها بالتفاصيل. نعم، في القدس طبعا منطقة العيسوية أعلنت الإضراب العام، لم يشمل المحال التجارية ولا المدارس لكن المواصلات، الموظفين، العمال، وذلك احتجاجا على الإغلاق الشديد الذي فرضته قوات الاحتلال على البلدة وعزلها نهائيا عن محيطها، بالإضافة إلى الحواجز العسكرية التي نشرت على في أكثر من مكان في مدينة القدس. وكان هناك أيضا مؤتمر صحفي لوزارة الصحة في مدينة أو لممثلي وزارة الصحة في مدينة
القدس يتحدثون فيها عن تأثير مثل هذه الإغلاقات على حركة المواطنين. عدد كبير من المواطنين لا يتمكن من الوصول إلى المشافي التي تحاصرها إسرائيل تحديدا في منطقة الطور، مثل مشفى المطلع ومشفى المقاصد ومشفى العيون. هذه المناطق كلها مفروض عليها حواجز عسكرية لا يسمح بالوصول إليها بسهولة. في المناطق الأخرى مثلا هنا في بيت إيل، منذ الصباح منذ ساعات الظهيرة كان هناك دعوة من قبل القوى والفصائل الوطنية لمسيرة في يوم غضب، نصرة للأسرى وأيضا تضامنا نصرة للمسجد الأقصى والقدس، ونصرة أيضا للأسرى المضربين عن الطعام وتحديدا الأسرى الإداريين والذين يعانون من الإهمال الصحي. جاءت هذه المسيرة إلى هنا إلى حاجز بيت إيل وقمعتها قوات الاحتلال بالرصاص المطاط. لدينا 8 إصابات بالرصاص الحي و12 إصابة بالرصاص المطاطي. إذا نسرين سلمي بالتأكيد سنعود إليك فور ورود جديد، مراسلتنا من بيت إيل في رام الله، شكرا لك. يصل اليوم إلى فلسطين المحتلة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وفق ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة. وبحسب المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته فإن زيارة بان كيمون ستستغرق يومين، سيلتقي خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. الانتفاضة مصطلح حفره الفلسطينيون بحجارتهم ولحمهم الحي في قواميس العالم ولغاته كافة أكثر من مرة خلال 3 عقود. انتفض الفلسطينيون والأسباب وإن تعددت في جوهرها فهي واحدة، مقاومة المحتل. ملك خالد. حين تصدى أطفال لجنود الاحتلال عام 1987 بحجارتهم استفاق العالم على مصطلح انتفاضة. هذا المصطلح بات مفردة في قاموس المقاومة المشروعة ضد الاحتلال. آنذاك أطلقت سواعد الأطفال والشبان والنساء من مخيم جباليا في قطاع غزة شرارة الانتفاضة لتمتد إلى كل قرى الضفة الغربية وفلسطين المحتلة ولتستمر نحو 6 سنوات. انتفاضة تكاتف فيها الناس مع الفصائل السياسية في رفضهم أوضاعهم في المخيمات والقمع اليومي الذي يمارس ضد الفلسطينيين أينما وجدوا. بعد توقيع اتفاقية أوسلو لم يخل الفلسطينيون الشوارع، ملأوها رفضا وهتافا واشتباكات مع جنود الاحتلال عام 96 فيما عرف بانتفاضة النفق. انتفاضة وجيزة زمنيا قامت بسبب استمرار سياسات إسرائيل القمعية ولا سيما ضد أهالي القدس وإقرارها بناء مستوطنات في جبل أبو غنيم وافتتاحها نفقا تحت المسجد الأقصى. أما في العام 2000 فقد أثار دخول أرييل شارون باحث الأقصى انتفاضة عرفت بانتفاضة الأقصى. لم تقتصر ردة الفعل الفلسطينية على تدنيس ثاني الحرمين على باحات المسجد، بل شملت الضفة الغربية وغزة، وطور خلالها الفلسطينيون أساليب انتفاضتهم التي شهدت مواجهات بالأسلحة وتميزت بالعمليات الاستشهادية. اليوم ينتفض الفلسطينيون مجددا رفضا لاقتحامات الأقصى ولتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وفي مواجهة ممارسات المستوطنين الوحشية التي بلغت حد إحراق عائلات بأكملها حية. ينتفضون في الشوارع وعلى الحواجز ومداخل القرى والمدن، ميزتها أنها لم تنطلق بتوجيه سياسي أو حزبي، بل إن تطور حراكها الميداني جعل القيادات السياسية والحزبية الفلسطينية تتبناه وتسير خلفه. ينتفضون باستخدام كل ما يتوفر لديهم من غضب وسكاكين مطابخ وإطارات وقنابل مولوتوف وحجارة. يرفضون اختصار دم شهدائهم من النقب إلى الخليل مرورا بالقدس وكل فلسطين التاريخية بمسمى انتفاضة السكاكين. هي مواجهة شاملة بكل سلاح ممكن وبهدف يكرره المتظاهرون يوميا، إنه تحرير فلسطين. قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإرهابيين في سوريا يجندون مقاتلين من دول عدة لزعزعة الاستقرار في مناطق أخرى. بوتين أوضح أنه باتت للإرهابيين معاقل في سوريا وفي دول أخرى بالمنطقة وهم يخططون لتوسيعها، وأضاف أن العمليات العسكرية الروسية في سوريا أظهرت قدرات روسيا في التصدي للخطر الإرهابي.
أفاد مراسلنا في سوريا بأن عشرات القتلى من المسلحين سقطوا جراء غارات كثيفة للطائرات الروسية والسورية على مواقعهم في قرى جبل الأكراد بريف اللاذقية، وأضاف أن الغارات تركزت على مناطق سلمة وترتياح وعدد من نقاط المسلحين في الغابات الجبلية، وكان الجيش السوري قد سيطر على قرية السابقية جنوب حلب. تلة الصنوبرات وتلة المحروقات جنوب حلب تحت سيطرة الجيش السوري إثر سلسلة عمليات عسكرية دقيقة استهدفت دفاعات المسلحين وسمحت بتقدم وحدات المشاة لإنهاء سيطرة المسلحين على امتداد نصف قوس جنوب مدينة حلب. تم بعونه تعالى السيطرة على القرى المجاورة ابتداء من تلة الوضيحي حتى قرية عطين وتلة الشهيد وتلة الكسار، وتم التقدم باتجاه قرية الحاضر الاستراتيجية المشرفة على استيراد دمشق حلب الدولي. وصول وحدات الجيش إلى التلال سمح بالسيطرة النارية على مواقع المسلحين، ما أدى إلى انسحابات سريعة في صفوفهم. المئات منهم هربوا إلى الأراضي التركية بحسب رصد الجيش لاتصالات المسلحين، ولم تمنع التحصينات الطبيعية والتدشيم من تقدم الجيش واستعادة المنطقة. التنسيق الكبير بين غارات الجو الروسية والتقدم البري للجيش على الأرض لعب دورا فاعلا لجهة حسم معركة القرى باكرا. نحن العملية مستمرة لدحر جميع الإرهابيين، ونحن موجودين هنا لرصد أوكار الإرهابيين، ويتم فرار مجموعات كبيرة من الإرهابيين. القوات والجيش العربي السوري تمت السيطرة على تلة خان طومان وتلة الشهيد، والتقدم مستمر إن شاء الله، وتم انهيار دفاعات المسلحين بأكملها. مساحة صغيرة تفصل قوات الجيش عن الطريق الدولي حلب دمشق وباتجاه إدلب، وفي شرق حلب صد الجيش هجوما لمسلحي داعش على قرية القبيشة المستعادة أخيرا ليستمر في تقدمه البري نحو مطار كويرس العسكري. يواصل الجيش السوري عملياته البرية في ريف حلب الجنوبي محرزا المزيد من التقدم الميداني بعد انهيار دفاعات الخط الأول للمسلحين، ما أعطى الأفضلية القتالية لقوات المشاة في التقدم والوصول إلى أهدافها وفق الخطة المرسومة لهذه العملية. طارق علي، ريف حلب الجنوبي، الميادين. ويبقى معنا طارق علي من حلب حيث يفينا بتفاصيل جديدة حول سير العمليات العسكرية في حلب. طارق، بالإضافة إلى يعني أين تركزت العمليات العسكرية اليوم؟ نعم، بعد سيطرة الجيش السوري على قرية السابقيات شمال غرب عطين في ريف حلب الجنوبي تتركز العمليات في هذا الاتجاه تحديدا بعد أن تمكن الجيش السوري في وقت سابق من السيطرة على تلة المحروقات، ما أعطاه أفضلية الإشراف على طرق إمداد وإخلاء المسلحين في خان طومان، المعقل أحد المعاقل الأساسية للمسلحين. العمليات مستمرة، الجيش السوري تمكن من السيطرة على عدد من القرى والمزارع خلال العملية منذ انطلاقها وحتى اليوم. الجيش السوري الآن يعمل على التثبيت والتقدم إلى مواقع إضافية بعد أن استفاد من انهيار دفاعات المسلحين المتقدمة تحت ضغط الضربات والتمهيد الناري السوري. يؤازره سلاح الطيران الذي نفذ العديد من الطلعات التي استهدفت مواقع للمسلحين. هذا عن جنوب حلب. أما بالنسبة للريف الشرقي فبعد الوضيحي والبقيشة الجيش السوري مستمر في تقدمه باتجاه مطار كويرس العسكري المحاصر دينا. إذن طارق علي مراسلنا من حلب، شكرا لك. أحكم الجيش السوري سيطرته على الريف الشرقي لمدينة الحسكة، وجنوده على أهبة الاستعداد للدفاع عن المدينة التي يتمركز مسلحو داعش على مقربة منها. في القرى والمزارع الممتدة على مساحة 20 كيلومترا شرق مدينة الحسكة ينتشر الجيش السوري لصد هجمات داعش. مسلح التنظيم حاولوا مرارا التقدم باتجاه المدينة وجبل كوكب حيث يتمركز الفوج 123، محاولات قوبلت بالصد وتثبيت نقاط إسناد ونقاط دفاع على التخوم المحاذية لبلدة الهول ومدينة الشداد في المحافظة حيث يتحصن مسلح داعش. طبعا حاول هؤلاء الإرهابيون التسلل إلى أحدى نقاطنا العسكرية المنتشرة في الخاصرة الشرقية لمدينة الحسكة، لكن أبطال الجيش العربي السوري في ذلك المواقع في تلك المواقع كانوا جاهزين ومرابطين خلال 24 ساعة، حيث تمكنوا من اكتشاف هذا التسلل والتعامل معه والقضاء على أكبر مجموعة كانت تحاول التسلل إلى هذه المنطقة. هكذا بات للجيش السوري أفضلية رصد تحركات مسلحي داعش واستخدام الكمائن،
كمين قرية الصالحية مثلا أودى بحياة 10 مسلحين حين استهدفتهم المدفعية وراجمات الجيش. بعد سيطرته على الريف الشرقي دفع الجيش بتعزيزات كبيرة لتأمين المدخل الشرقي لمدينة الحسكة، وهو رابط سكانها الوحيد مع بقية المدن والمحافظات، والذي يسمح بدخول البضائع والمستلزمات الأساسية. نحن هنا كرجال الجيش والقوات المسلحة مكلفين بمهمة حماية هذه الطريق الوحيد الذي تربط طريق الحسكي بالداخل، وحماية السيارات والقوافل التجارية التي تمر، كذلك التصدي لمحاولات الإرهابيين التسلل أو محاولة اعتراض هذه السيارات. كذلك بات الجيش السوري أقدر على تأمين أكبر معسكراته في المنطقة والموجود على جبل كوكب، فهذا المعسكر يشكل نقطة إسناد نارية تشل حركة المسلحين في المنطقة، ويسمح بالاستطلاع وتعزيز الطوق الآمن حول مدينة الحسكة ويحمي مواقع الجيش المحيطة بها. رجحت مصادر إعلامية روسية أن تكون نيران التي شوهدت في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت لقصف روسي على بلدة سكيك السورية نتجت من انفجار القذائف الصاروخية التي أطلقتها رجيمة ستولنسبيوك أو ما يعرف بلفحة الشمس. إحدى الصحف الروسية رجحت أن تكون القوات الحكومية السورية قد حصلت أخيرا على هذه الراجمة، فيما لم تعلن المصادر الرسمية الروسية ذلك. يخوض الجيش السوري معارك يومية ضد المجموعات المسلحة على امتداد الجغرافيا السورية، 4 سنوات من المواجهات في بيئات مختلفة وحروب عصابات لم تضعف المؤسسة العسكرية السورية. محمد الخضر. 10 جبهات أشعلها الجيش السوري دفعة واحدة مدعوما بالطائرات الروسية. تحد كبير بعد 4 سنوات من الحرب لم تكل المؤسسة العسكرية السورية من العمل الميداني. قدرة كبيرة على المبادرة في ظروف عمليات معقدة قوامها مواجهة مجموعات مسلحة في ظروف صحراوية وداخل القرى والمدن. يمكن أن نقول بعد 4 سنوات ونيف أصبح الجيش السوري خبرات عالية في خوض الأعمال القتالية، وخاصة في الحرب المضادة لحرب العصابات، وهو يعمل الآن بعقلية علمية وبمنهجية ووثوقية وسرية، ويمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية والمفاجأة التكتيكية والعملياتية. الانشقاقات الكبيرة التي أصابت الجيش عامي 2012 و2013 جرى استيعابها سريعا، والانتقال من أسلوب حروب الجيوش إلى حروب العصابات الصغيرة والمتبدلة تحول إلى أسلوب عمل. لكن الأهم كما يراه المحللون العسكريون يكمن في العقيدة القتالية للجيش السوري. وسيلة هذه الحرب كان يستشعر الجيش العربي السوري أنه يقوم بالدفاع عن الوطن والدفاع عن مصالح الشعب، عن الشعب وعن مصالحه، وهذا هو الأساس في سر العقيدة التي يحملها، وهي جيش للشعب ومن الشعب. وبالتالي اتفقت الإرادتان الشعبية والقوات المسلحة في هذه الحرب، وكانت هذه النتيجة. تراجع الجيش السوري في الرقة وإدلب ومحيط حماة، لكنه تقدم بالتعاون مع حلفائه في معظم الجغرافيا السورية، فأفشل عاصفة الجنوب في درعا والسويداء، واستعاد القلمون وحمص وأرياف حماة الشرقية والغاب، ويحمي جبهات تمتد مئات الكيلومترات في دير الزور والحسكة. جبهات العمل لا تزال كبيرة أمام الجيش السوري. انطلاقة الأسبوعين الماضيين أعطت نتائج مهمة، وخصوصا على الجبهات الشمالية. ترقب لحصيلة أكبر في ظل الغطاء الروسي تبدل المشهد الميداني جذريا. محمد الخضر، دمشق، الميادين. أعلنت القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي تحرير مركز قضاء بيجي بالكامل ومنطقة البوجواري شمال شرق القضاء. هذا وأكد القيادي في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى جبار المعموري، أكد أن انتحاريين اثنين من داعش قتلا بانفجار منزل مفخخ في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين. أما في الأنبار فأغارت الطائرات العراقية على مواقع داعش في منطقة الزنكورة، ما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم.
لم تهدأ حدة الاشتباكات في بيجي ثاني أكبر مدن صلاح الدين. الحشد الشعبي أعلن مسك الأرض في مركز المدينة إضافة إلى تحرير البجواري جنوب شرق القضاء بعدما فتح خطا عسكريا تجاوز به مصفات المدينة على ضفاف دجلة. هدف العملية الأولي هو إكمال تحرير المدينة ودفع خط الصد في شمالها الغربي صوب الشرقاط وتأمين خطط الإمداد إلى مواجهات الفتحة شرقا، وكل ذلك بالاعتماد على التكتيك الأمني الجديد وإدخال سلاح الدروع بنحو أوسع في العمليات. قواتنا ولا تزال تمتد أكثر إلى محيط مدينة الشرقاط، وكذلك الإنزال الجوي حدث يوم أمس في مدينة ناحية الصينية. كل هذا يدلل على قوة الضربات وكذلك إمكانيات قتالية جديدة، وأيضا مشاركة قوات الدروع في هذه المعارك والمدفعية بعيدة المدى. تمتد المواجهات إلى الأنبار، وأبناء المحافظة يطالبون بغداد بسرعة تسليحهم بما يتناسب مع مواجهة سلاح داعش حفاظا على حديثة والبغدادي ومنعا لأي تقدم في منطقة الجزيرة. نحن نطلب من الحكومة أو التحالف الدولي بتسليحنا، ليس تسليحا عاديا، بل إنما هناك سلاح مكافئ لسلاح داعش، خاصة وأن داعش يستخدم المفخخات والعجلات المدرعة التي لا يمكن تدميرها بالقاذفة التي يمتلكها الجيش العادية. وكانت قوة مشتركة من القوات المسلحة والحشد الشعبي ومقاتلي عشائر ناحية عامرية الفلوجة قد شرعت بالتقدم في منطقة بن عطوان والبدعاج شرق الأنبار. جبهة مشتعلة في بيجي شمالا وفي الفتحة شرقا وصولا إلى غرب العراق في الأنبار، ما يفرض بحسب الأمنيين عدم الاكتفاء بتحرير الأهداف المرسومة واستمرار الاندفاع والتقدم استثمارا لانكفاء داعش. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. إلى ذلك، تسلم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرسالة التي سلمها السفير الروسي في العراق أكدت رغبة روسيا في تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، ولا سيما العسكري والاستخباري، منها في مواجهة تنظيم داعش. العبادي أشار إلى أن العراق يحتاج إلى كل جهد دولي للتخلص من داعش، ونوه بالتنسيق مع موسكو حيال القضاء على الإرهاب. وفي السياق، استبعد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إمكان شن روسيا حملة جوية في العراق في المستقبل. تصريح دانفورد جاء غداة وصوله إلى العراق في أول زيارة يقوم بها منذ توليه المنصب في بداية الشهر الحالي، وقد بدأها من أربيل. دانفورد أوضح أن الجانب الأمريكي تأكد من رئيس الحكومة حيدر العبادي أنه لم يطلب من روسيا شن أي ضربات جوية. وينضم إلينا من بغداد مراسلنا عبدالله بدران. عبدالله، نبدأ من كلام دانفورد وزيارته إلى العراق، في أي سياق تأتي وماذا عن لقاءاته هناك؟ تفضل. نعم دينا، من المفترض أن يلتقي بالقيادات العراقية برئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك بوزير الدفاع العراقي وقيادة ورئاسة أركان الجيش والقيادة العامة للقوات المسلحة. مضافا على ذلك، فإنه قد يلتقي المستشارين الأمريكيين الذين يتواجدون في العراق، وقد تكون له زيارة لقاعدة الحبانية، وأن هؤلاء هم من سيكونوا في بغداد للقائه للاطلاع على تطورات الوضع ومشاركة الأمريكيين في تدريب أبناء العشائر الغربية في الأنبار، سواء في قاعدة عين الأسد أو في قاعدة الحبانية شرق الرمادي، وكذلك للتواصل مع القيادة العسكرية العراقية، على اعتبار أن القيادة العراقية أعلنت أنها على تواصل مستمر مع كل الدول التي تنضوي في التحالف الذي تقوده واشنطن، وكذلك في التحالف ومركز جمع المعلومات بين العراق وسوريا وإيران وروسيا. نعم دينا. طيب عبدالله، في الشق الميداني وهو الأهم اليوم، هناك إعلان بالسيطرة على مركز قضاء بيجي ومنطقة جواري شمال شرق القضاء، ماذا في التفاصيل أيضا وكيف ستستكمل العملية العسكرية هناك؟
نعم دينا، فقط للتوضيح فأن البوجواري جنوب شرق بيجي شمال تكريت، القوات الأمنية العراقية الحشد الشعبي أعلن أنه تمكن من دخول سوق بيجي وكذلك إلى مركز القضاء ورفع العلم العراقي فوق مبنى القائمة المقامية، وكذلك كان منذ ليل أمس قد حاصر البوجواري وتمكن من دخولها. كانت العملية التي وضعت أصلا خطتها قبل البدء بها هو اندفاع لتحرير الأرض وخلق ممرات سريعة لخطوط الإمداد في منطقة الفتحة، وبالتالي القوات الأمنية العراقية قد يعني تحصر هدف الصفحة الثانية من عمليات لبيك يا رسول الله بتأمين بيجي، وكذلك إبقاء خطوط الإمداد العسكرية من مقاتلين وسلاح إلى منطقة الفتحة التي تقع في شمال شرق تكريت مركز المحافظة، على اعتبار أنها تربط بما يعني يعرف بالمثلث الجغرافي بين ثلاث محافظات يسيطر داعش على أطرافها مجتمعة عند حدودها في منطقة الفتحة، سواء في البارج أو في منطقة تل العنب أو حتى في قرية الفتحة التي تقع عند جسر الفتحة الذي يربط تكريت مركز محافظة صلاح الدين بمنطقة الذي يربط عفوا بيجي شمال محافظة صلاح الدين بمنطقة الفتحة التي تقع على نقطة تماس جغرافية وإدارية بين محافظتي صلاح الدين وديالى، ويتصل بطريقها الدولي الطريق إلى الحويجة جنوب غربي كركوك، هذه المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش. نعم دينا. إذا عبد الله بالتأكيد سنعود إليك فور ورود أي جديد. شكرا لك مراسلنا من بغداد عبد الله بدران. أكد الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطرتهم على قرى عدة في محافظة الخوبة السعودية، وأنهم يواصلون قصف المناطق الحدودية في السعودية مثل جيزان. في غضون ذلك تشهد مأرب وتعز مواجهات عنيفة، فيما يكثف التحالف السعودي غاراته على عدن وصعدة. الجيش اليمني واللجان الشعبية يتوغلون داخل الأراضي السعودية، هذا ما أعلنته حركة أنصار الله. مسؤول التواصل والمعلومات فيها صلاح العزي قال إن عددا من قرى محافظة الخوبة السعودية أصبحت تحت السيطرة التامة للجيش اليمني واللجان الشعبية. هؤلاء بثوا مشاهد قالوا إنها لجنود سعوديين قتلوا في جيزان أثناء محاولتهم التقدم لاستعادة بعض القرى. وفي الساعات الأخيرة أعلنت وزارة الدفاع اليمنية قصف الجيش واللجان الشعبية منطقة الشبكة في جيزان، وأطلق صواريخ على تجمع لآليات سعودية في منطقة الربوعة في عسير. أما في الداخل اليمني فقد فتحت قوات التحالف السعودي أكثر من جبهة في مأرب في محاولة منها لإحراز تقدم على الأرض، تقول اللجان الشعبية إنها أخفقت جميعها. طائرة التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على مناطق مختلفة في مديرية صرواح تزامنا مع مواجهات عنيفة على الأرض. يأتي هذا عقب إعلان وزارة الدفاع اليمنية إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار شرق مأرب. وفي تعز تتواصل المواجهات على جبهات عدة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة، وأنصار هادي يساندهم مقاتلون من حزب الإصلاح. طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على منطقة المخا، كما استهدفت مطار تعز الدولي وشارع الستين. أما في عدن فسقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار عبوة ناسفة في مبنى بريد المنصورة، تزامنا مع وصول دفعة جديدة من القوات السودانية تضم 500 جندي. وفي صعدة استهدفت طائرة التحالف السعودي منطقة جمعة بن فاضل بقنابل عنقودية محرمة دوليا، أحدثت دمارا هائلا في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم بحسب مصادر أمنية. رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا اقتراح الأمم المتحدة الخاص بتأليف حكومة وحدة وطنية، فيما لم يخرج المؤتمر الوطني العام بموقف رسمي حيال هذا المقترح. هبة الله بطار وتفاصيل. بعيد المنال يبدو تشكيل حكومة ليبية متوافق عليها، فبعد أشهر من المحادثات رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا مقترح حكومة الوحدة الذي قدمه المبعوث الأممي برناردينو ليون. غالبية أعضاء مجلس النواب رفضوا مقترح الأمم المتحدة، فيما تضاربت الأنباء بشأن حدوث تصويت على المقترح من عدمه، لكن الأكيد بحسب مقرر مجلس النواب
النواب صالح قلمة أن الأعضاء دعوا إلى مواصلة الحوار ومحادثات السلام. المؤتمر الوطني العام من جهته لم يخرج بموقف رسمي حيال المقترح الأممي حتى الآن، بعد أن أجل جلسة النقاش إلى أجل غير مسمى. المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي ينص على إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم 6 مرشحين للمناصب الرئيسية برئاسة فايز السراج، على أن يعين له 3 نواب من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها. ولاقى المقترح دعما دوليا من وزراء خارجية 12 دولة، منها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. هذه الدول حثت في بيان مشترك جميع الأطراف المشاركة في الحوار الليبي على الموافقة على اقتراح حكومة الوحدة، لافتة إلى أن التأخر في الموافقة عليه يعرض استقرار البلاد للخطر. ولمزيد من النقاش حول الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المحلل العسكري الليبي عادل عبد الكافي. سيد عادل، يعني السؤال المطروح اليوم، أسباب رفض هذا المقترح الأممي بتشكيل حكومة وحدة، تفضل. بالنسبة للأسباب، هنالك اعتراض من المؤتمر الوطني بخصوص أن لم يتم الموافقة من قبلهم على المسودة الرابعة، التي ولكن تم موافقة على المسودة الأخيرة وهي الخامسة بخصوص إشغال المناصب العسكرية، وهنا تحديدا تختص بشخصية خليفة حفتر الذي قاد صراع مسلح داخل ليبيا بدون أي صفة شرعية، وثم بعد عدة أشهر تم إعطائه غطاء شرعي من قبل البرلمان. والبرلمان المتواجد في طبرق يريد التمسك بالمسودة الرابعة لأنها ليس بها إدراج بند إشغال المناصب العسكرية، أيضا لسيطرة التيار الانفصالي على البرلمان، وهذا ما حدث بالفعل يوم أمس عندما تواجد ما يقارب عن 131 عضو من البرلمان ولم يصوت ما يقارب عن 70 عضو، واعلنوها صراحه حتى عبر وسائل الاعلام ان كان الاجدر ان يكون هنالك تصويت سري على قبول المسوده او من عدمها، ولكن لم يتم التصويت عليها لان سيطره المجموعه الانفصاليه يتماشى هواها مع خطه خليفه حفتر وهي فصل شرق ليبيا وإنشاء مجلس عسكري، فهم يحاولون عرقلة هذا الحوار لإدخال البلاد في دوامة من الصراع العسكري وربما إلى حرب أهلية شاملة. طيب. نعم. سيد عبد الكافي، يعني هنا يطرح السؤال، مستقبل هذا الحوار الذي تتحدث عنه بعد هذه الخطوة من قبل البرلمان في طبرق؟ مستقبل هذا الحوار سيدتي، الآن البرلمان اعتبر فقد شرعيته من بتاريخ 20 أكتوبر وهو تاريخ اليوم، لم يعد له شرعية دولية ولا حتى داخلية. المؤتمر الوطني لديه شرعية داخلية من خلال كيف فقد شرعيته هذا؟ يعني نعم. كيف فقد شرعيته البرلمان؟ كيف؟ نعم، لأن الإعلان الدستوري ينص على أن لا يسمح للبرلمان أن يمدد لنفسه بعد 20 أكتوبر إلا في حالة التصويت عليه من داخل ليبيا، وهذا لم يتم اتخاذه من قبل البرلمان. لكن هنالك الآن الحكومة الوفاق الوطني التي نراها هي لعبة من الأمم المتحدة، لأنها لم تجمع طرفي الحوار وهو المؤتمر والوطني والخروج منهم بالموافقة على أسماء وعلى تشكيلة هذه الحكومة وعلى آلية عمل هذه الحكومة. على العكس، هي استعانت بأطراف ليست طرف أصيل في هذا الحوار، منها رؤساء أحزاب، منها مجالس بلدية، منها تيارات سياسية، منها أطراف إقليمية، ولذلك حدث تشويش على جولات الحوار مما أدخل البلاد في هذه الأزمة. لذلك أعتقد إذا كان هنالك ما زال نازع وطني لدى الطرفين، عليهم أن يجدوا مخرج لهذه الأزمة. وهنالك الآن محاولة من بعض أعيان وشيوخ القبائل وأيضا من شخصيات سياسية وحقوقية اجتمعت منذ يومين في مدينة طرابلس على أساس إنشاء مجلس حكماء ومجلس وطني لإيجاد خارطة الطريق للوضع في ليبيا. إذن السيد عادل عبد الكافي المحلل السياسي والعسكري الليبي حدثنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
في ليبيا أيضا قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح على إثر سقوط قذيفة على حي سكني وسط بنغازي بحسب مصدر طبي. مستشفى الجلاء في بنغازي أشارت إلى أن معظم الضحايا هم أطفال ما دون 10 سنوات، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة. فاز زعيم الحزب الليبي الكندي الليبرالي الكندي جاستن ترودو في انتخابات مجلس العموم ليتمكن بذلك من اسقاط حكومه المحافظين بقياده رئيس الوزراء ستيفن هاربر. وفاز الحزب الليبرالي باكثر من 170 مقعدا في البرلمان الكندي من اصل 338 مقعدا، فيما حصل المحافظون على 100 مقعد. وبهذا الفوز يضع الليبراليون حدا ل9 أعوام قضاها المحافظون في الحكومه. الحكومة البريطانية تعترف قانونيا للمرة الأولى في تاريخها بجرائم الإسلاموفوبيا. هذه الخطوة تأتي بعد نشر إحصاءات كشف عنها مكتب رئاسة الوزراء البريطانية تشير إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين عام 2014. مسرور والتفاصيل. بريطانيا تعلن الحرب على ما يوصف بالإسلاموفوبيا لأول مرة في تاريخها، حرب أعلنها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عندما أمر الشرطة بإخراج جرائم الإسلاموفوبيا من القائمة العامة لجرائم الكراهية وبإدراجها للمرة الأولى في قائمة مستقلة تحت اسم جرائم الكراهية ضد المسلمين. الموقف المتقدم الذي ساوى بين جرائم الإسلاموفوبيا واللاسامية جاء بعدما ازدادت نسبته وفقا لبيانات الداخلية البريطانية 45% العام الماضي لتبلغ أكثر من 52 ألف جريمة كراهية. أعتقد أن ما قامت به الحكومة عمل صحيح، لكن عليها اتخاذ المزيد من الخطوات لمواجهة الهجمات المتصاعدة ضد مراكز العبادة الإسلامية. جرائم الكراهية ضد المسلمين وصلت أيضا إلى ميدان العمل بعد ارتفاع نسبة البطالة بين المسلمين. فقد أشار تقرير مركز ديموس البريطاني للأبحاث إلى تمييز في سوق العمل ضد المسلمين، وطالب الحكومة البريطانية بأن تسن قانونا يرمي إلى إخفاء هوية أصحاب السير الذاتية من المتقدمين إلى الوظائف في الشركات الكبرى. هناك صعوبة كبيرة في أن أحصل على وظيفة في الشركات بسبب الزي واللحية واتباع التعاليم الإسلامية. على الحكومة أن تسيطر على وسائل الإعلام التي تبث جرائم الكراهية ضد المسلمين، فضلا عن التوقف عن تشريع قوانين تستهدف المسلمين. الحكومة التي تحاول كسب ود المسلمين المقدر عددهم ب3 ملايين فضلا عن تفويت الفرصة على المتشددين والمتطرفين تعهدت تخصيص ميزانيات لتعزيز الأمن حول المؤسسات الدينية، إضافة إلى إقامة حلف وطني للوقوف في وجه الخطاب الديني والمتشدد في المجتمع البريطاني. محاربة الإسلاموفوبيا في بريطانيا بحاجة إلى إلغائها من النفوس قبل النصوص، فالحكومة مطالبة بمحاربة سياسة التهميش والتمييز ضد المسلمين وبالعمل على إعادة تعريف الإسلام على نحو يبتعد عن تصوير المتشددين رموزا وممثلين الجالية المسلمة في بريطانيا. مسسرو لندن، الميادين. تحت عنوان يوميا عائلتان خارج خط الفقر، تعمل مؤسسة وفاة دولية منذ عام 2008 على دعم اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان وعلى مساعدتهم لبلوغ ما أمكن من الاكتفاء الذاتي. تحقيق بسنت الرف. قوة في جدار الحرمان والتضييق والمعاناة اليومية أحدثتها مبادرات فردية أسهمت في فتح أبواب الأمل لبعض اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان. تعرف حضرتك أنه بلبنان نحن الشعب الفلسطيني لا يحق له العمل ضمن المؤسسات الحكومية ولا ضمن حتى المؤسسات الخاصة وفي عدة مجالات، فقررت المؤسسة دعم هذه الجهات في مشاريع صغيرة، وهذه المشاريع مطورة لكي تصبح متوسطة. وفي بالنسبة لمشروع الشباب كمان الفئة المتخرجة، يعني في عدة مشاريع لهذه الفئة. إحسان ابن مخيم برج البراجنة في بيروت واحد من كثيرين استفادوا من هذه المبادرة. أنا بصراحة درست فتت كلية التجارة بالجامعة العربية، بس ما لقيت في مستقبل، يعني بهذا البلد خاصة ما في مستقبل. قمت قلت بدي أختصر، أنا لشو أضل أضيع بعمري يعني بصراحة. ففتحت والله هالمشروع، يعني بلشت شوي ضعيف، بس إنه شوي شوي أخذت قرض رجعت
فرجعت قويت، يعني صرت اجيب مثلا بضاعه، كنت اجيب بضاعه من هون اربح قليل، صرت اجيب بضاعه من برا. بتعرف انت الفلسطينيه بلبنان عندك في حدود ال 75 مهنه ممنوع يشتغلوها، فانا مضطر انه افتح هون بالمخيم لانه ممنوع تفتح بره المخيم، وبصير فلسطيني ما بحق له يشتغل، ما بحق له يعمل اي شيء. الحمد لله ان شاء الله بنطور حالنا اكثر واكثر. المرأة أعطيت الأفضلية والأولوية من هذه التقديمات، فكانت ليلى ابنة مخيم عين الحلوة نموذجاً لأم مثالية أسست مشروعاً كان لها جسر عبور لإعالة عائلة بأكملها. الهدف هو إنساني وفي إلى لذة، يعني أنه تشوف الأسرة طلعت من مرحلة الفقر إلى مرحلة الاكتفاء أو مرحلة أنه تقدر تتكل على حالك. مئات المشاريع على امتداد مساحة المخيم، من متاجر صغيرة وقروض ومنح تعليمية وغيرها تحققت، تحدث كل من يسلك دروبه وأزقته عن الرسالة الإنسانية المعبرة التي خففت بعضا من آلام وجراح شعب أخرج قسرا من أرضه. كانت صورة المستقبل قاتمة بالنسبة إلى إحسان وعبد الله وليلى وغيرهم الكثير. اليوم وبفضل مؤسسة وفا عاد الأمل، وهم يشقون طريقهم نحو حياة أفضل لهم ولأسرتهم. بسنت الراف من مخيم برج البراجني في بيروت، الميادين. أهلا بكم. أكثر من 40 مليار يورو قيمة الاتفاقات التجارية والاستثمارية التي سيوقعها الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته إلى بريطانيا. وذكر مكتب رئيس الحكومة البريطانية أن الاتفاقات تساهم في إيجاد 3900 وظيفة وتمثل بداية العصر الذهبي في العلاقات بين البلدين، علما أن الصين وبريطانيا هما على التوالي ثاني وخامس اقتصاد في العالم. والاتفاقات الموقعة تشمل قطاعات صناعية وتجارية إلى جانب الخدمات المالية والجوية والتعليمية. وافق بنك كريدي أغريكول الفرنسي على دفع 787 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية لتسوية اتهامات بنقله أموالا بطريقة غير مشروعة عبر النظام المالي الأمريكي في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران والسودان. ويعد كريدي أغريكول أحدث بنك أجنبي يسوي تحقيقات متعلقة بالعقوبات الأمريكية، عقوبات تعرض لها 12 بنكا دوليا معظمها أوروبية لجزاءات أمريكية بلغت قيمتها 14 مليار دولار منذ 2009 بسبب هذه الانتهاكات. دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى استقبال بلاده ودول خليجية أخرى النازحين السوريين بدلا من هجرتهم إلى أوروبا وتعرضهم للموت. وقال الوزير الألماني إن ما تفعله أوروبا ولا سيما بلاده يتابع باحترام كبير، داعيا الدول الخليجية إلى تحمل مسؤولياتها واستقبال أعداد أكبر من اللاجئين وتقديم المساعدات المالية لهم. وصف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل التي أقرتها الحكومة بالواقعية، وقال إن بنود الموازنة العامة وتفاصيلها التي أقرت تتسم بالدقة والواقعية وتأخذ بنظر الاعتبار الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية المتوقعة للعام المقبل وبواقع تصدير يبلغ 3,600,000 برميل يومياً. أشار وزير النفط والثروة المعدنية السوري سليمان العباس إلى أن واقع المشتقات النفطية مقبول بنحو عام وهو إلى تحسن في الفترة المقبلة. وأوضح الوزير السوري أن كمية الإنتاج الحالية من النفط تقدر بنحو 10,000 برميل يوميا وبنحو 12 مليون متر مكعب من الغاز، مع إمكان إنتاج 2 مليون متر مكعب من المادة عن طريق حقل الشاعر في ريف حمص فور تحسن الظروف الأمنية. 40% تقريبا من مصادر دخل الأسر الفقيرة في مصر تأتي من المساعدات الخيرية، وتبلغ حصة الحكومة من هذه المساعدات 34%. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نشرة متخصصة برصد حال الأمن الغذائي المصري إن نسبة الرواتب من دخل الأسر الفقيرة بلغت 15.8%، أما دخل الباقي فيأتي من إعانات جمعيات غير حكومية ومصادر أخرى.
تجري إيران مفاوضات لشراء أسهم في مصافي نفط آسيوية وأخرى أوروبية، وفق ما أكد مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية محسن قمصري. وأوضح أن موضوع تسويق النفط الخام عبر شراء أسهم في مصافي الدول المستوردة ليس جديدا على أجندات المسؤولين الإيرانيين، وقد تطرق إليه وزير النفط بيجان زنجاني مرارا. أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية ولي الله أفخمي راد أن بلاده تلقت ضوءا أخضر من منظمة التجارة العالمية لنيل العضوية الكاملة والانضمام إليها، وأوضح أن بلاده تشارك في منظمة التجارة بصفة عضو مراقب منذ 10 سنوات، وعليها أن تقوم بإجراء إصلاحات واسعة في قوانين وقرارات القطاع التجاري في إطار تحقيق الشفافية المطلوبة قبيل الانضمام رسميا. بعد سنوات طويلة على عمالته مع إسرائيل ووفاته في فرنسا، أقيمت مراسم لمناسبة مرور 40 يوما على وفاة أنطوان لحد قائد ميليشيا لحد في إسرائيل، وسط أجواء من الغضب بسبب ما آلت إليه أوضاع العملاء في إسرائيل. تقرير منال إسماعيل. 40 يوما مرت على وفاة قائد ميليشيا لحد المتعاونة مع إسرائيل أنطوان لحد في فرنسا، عميل إسرائيل الأقرب في لبنان كما كان يحلو لإسرائيل أن تسميه. مات وهو خائب الآمال منها بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. لقد كان غاضبا جدا على القيادة الإسرائيلية التي لم تدعم من أتى إلى هنا. لقد كان غاضبا جدا ومات وهو غاضب بسبب الثمن الذي دفعه عناصره، وما زلنا ندفع الثمن حتى الآن. المسؤول الرفيع الذي عدته إسرائيل رأس حربة في قتالها ضد حزب الله في جنوب لبنان مات وحيدا في فرنسا، حيث لم تحضر أي شخصية إسرائيلية جنازة بطلب من عائلته، تقول القناة الأولى. أعتقد أن شخصا كان يعد الشريك الأهم في هذه المنطقة وفي ذاك الوقت كان يستحق أكثر من ذلك. وبعد 15 عاما على الانسحاب من لبنان، يذكر هؤلاء العملاء كيف كانوا أصحاب السلطة في جنوب لبنان بغطاء من إسرائيل، وكيف تحولوا في ليلة وضحاها إلى لاجئين فيها، مع شعور مرير بأن إسرائيل قد غدرت بهم. أهلا بكم. عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة عيسى حياتو. النائب الأول لرئيس الفيفا ترأس الجلسات بدل جوزيف بلاتر حتى انتهاء مدة عقوبته ل90 يوما. الكاميروني ناقش مع الأعضاء بندا وحيدا على طاولة الاتحاد الدولي، وهو الانتخابات في شباط فبراير المقبل. حياتو طالب بالتركيز على عملية الإصلاحات وعدم إجراء موعد إرجاء موعد انتخاب رئيس جديد. في خضم الاجتماع كشفت الفيفا وصحيفة فرانس فوتبول عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية. 23 لاعبا سيتنافسون على إحراز الجائزة الفردية، وسيكشف عن الأسماء الثلاثة الأخيرة في 30 من الشهر المقبل، وكذلك الحال بالنسبة إلى اللاعبات والمدربين. التصويت للفائز بالكرة الذهبية سيبدأ في 26 من الشهر الحالي ولغاية 20 من تشرين الثاني نوفمبر. أما موعد الحفل المنتظر فسيكون في 11 من كانون الثاني يناير المقبل. لندن على موعد مع قمة كروية كبيرة. أرسنال يبحث عن انطلاقة جديدة في دوري الأبطال وتضميد الجراح، إلا أن المهمة معقدة جدا لأن الخصم اسمه باي ميونخ. في المقابل برشلونة يأمل في مواصلة صحوته، بينما يسعى تشيلسي لتغيير ثوب الانتكاسات. الفوز على بايرن ميونخ طوق نجاة أرسنال من الخروج المبكر في دوري أبطال أوروبا. الفريق اللندني مطالب بحصد النقاط 3 من فم الأسد البافاري وبتحقيق انطلاقة جديدة بعد خسارتين أمام دينامو زغرب وأولمبياكوس. وسيعول المدرب أرسن فينجر على الثلاثي المتألق مسعود أوزيل في الوسط والثنائي ثيو وولكوت وأليكسيس سانشيز في الهجوم. بايرن هو الفريق الأفضل في العالم. يمتلك بايرن أسلحة كثيرة في هجومه، ولا سيما ليفاندوفسكي، وأفضل طريقة للتصدي له هو أن نمتلك الكرة. FC هوليوود سيكون ضيفا ثقيلا على ملعب الإمارات، معنويات لاعبيه مرتفعة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية محليا وقاريا، وشهية مفتوحة لثنائي الهجوم توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.
المدرب غوارديولا رأى أن اللقاء بمثابة نهائي مبكر، بينما حذر قائد الفريق فيليب لام من الاستهتار بالغانرز. ويبحث برشلونة عن أكثر من الفوز في زيارته إلى بيلاروسيا لمواجهة باتي بوريسوف في المجموعة الخامسة. الكتالوني سيعول على نجميه نيمار ولويس سواريز لمتابعة الصحوة بغياب ليونيل ميسي وصانع الألعاب أندريس إنيستا. ويخوض روما مباراة الفرصة الأخيرة عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن الألماني في قمة المركز الثاني خلف البرشلونة. نادي العاصمة الإيطالية سيستعيد خدمات إيدين زيكو فيما يستمر غياب القائد فرانشيسكو توتي. وفي السابعة يتعين على تشيلسي تفادي أي انتكاسة عندما يحل ضيفا على دينامو كييف. ثقة البلوز هشة بعد أسوأ بداية للفريق في البريمير ليج منذ زهاء 4 عقود. الفوز سيعيد التوازن إلى كتيبة المدرب جوزيه مورينيو الذي لا يعاني غيابات عديدة. وفي الثامنة يطمح زينك الروسي للابتعاد عن ملاحقيه عندما يستضيف ليون الجريح، ويأمل فالنسيا حصد أول 3 نقاط من ضيفه كان البلجيكي. 40,000 يورو هي عقوبة نادي برشلونة بسبب رفعه لافتات تحمل شعارات سياسية في مواجهة باير ليفركوزن خلال مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا. لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي أقرت الغرامة المالية عشية مواجهة البلاوغرانا فريق باتي بوريسوف في دوري الأبطال. الجماهير الكتالونية لم تكتفي بالشعارات في الكامب نو يوم ذاك، بل أطلقت صفارات الاستهجان خلال تأدية النشيد الأوروبي، وذلك رفضا لقرار اليوفا بفرض عقوبة سابقة أمام يوفنتوس حين هتفت الجماهير باستقلال إقليم كاتالونيا.